الله وبركاته. اليوم برضك هنتكلم عن علاقتنا مع مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمة الله عليه. في عام 2003 ذهب وفد رفيع المستوى معنا إلى البوسنة للتفقد المشاريع اللي دعموها، وخاصة مشروع تمليك الأبقار. كان في الوفد رئيس المؤسسة، وكان معه مسؤول الطوارئ، إدارة الطوارئ، ومستشار رئيس المؤسسة اللي كان يعتبر هو السفير السابق للمالي في الإمارات، وكذلك مسؤول الإعلام اللي كان من تونس. وكان معي الأستاذ لطفي السيد من الإغاثة الإسلامية، زائد مكتب البوسنة كذلك. كنا دايما بنغير الجدول كل يوم مرة أو مرتين وثلاثة، إلى أن أتى في يوم من الأيام الساعة 10 أخذنا تليفون، جالنا تليفون الساعة 10 ونحن عايزين نذهب لتوزلة صباح الغد ونرجع لسراييفو قبل الساعة 12 عشان في احتفال معمول لنا عند المفوضية العليا للاجئين لتبرعنا بمال من أجل شراء عربات الإسعاف. فاضطر رئيس المكتب والموظفين يغيروا كل شيء عشان نبدأ رحلتنا في اليوم الثاني الساعة 5 صباحا. نذهب من تزلة نتفقد بعض المشاريع هناك، خاصة مشروع الأبقار، ثم نرجع قبل الساعة 12 لكي نكون في الاحتفال مع المفوضية العليا للاجئين في هذا الاحتفال. فالحمد لله نجحت التغيير مع جهد جهيد من الشباب اللي موجودين معنا. وبعدين دخلنا، كنا داخلين بقى المكتب بتاعنا وراجعين نتكلم معنا، لان كنا رتبنا ايضا زيارة في اليوم التالي لمكتب للسفارة البريطانية، والسفير البريطاني كان وافق على هذه الزيارة. وكان رئيس المؤسسة رجل طيب خلوق، يعني شخصيته ما كانتش قوية، لكن كان المستوى بتاعه شخصيته قوية وطاغية عليه وعلى الوفد كله. فهو نحن في العربة قلت لهم ان غدا ان شاء الله نذهب للقاء السفير البريطاني. فرد علي المستشار قال لنا ومالنا بالسفارة البريطانية، نحن لسنا بها حاجة ولا نريد ان نذهب الى هناك. فلم استطع من تمال غضبي، فانهلت عليه بكلماتي القوية قائلا سيدي هذه بروتوكولات، ودولة بريطانيا علاقتها قوية جدا مع دولة الامارات. فاستوقفني مقاطعا فألجمته قائلا سيدي لا أعتقد بأنك على دراية بالعمل الدبلوماسي ومساراته ودروبه، فأرجو منك ألا تعطل مسيرة الركب لأننا اتفقنا على برنامج الزيارات والعمل. وكان رئيس المؤسسة يستمع لهذا الحوار والنقاش والصدام ومبتسما وكأنني كنت أثر له. كان يسمعني في الخارج الأستاذ لطفي السيد، وكان يلتم وجهه أنها فشلت الزيارة. ونزلت من العربة وصعدنا إلى المكتب في الدور الثاني والتقيت به وقبلت رأسه وعنقته وابتسمت له وابتسم لي وتركته ودخلت الوضوء إلى الصلاة إلى آخره إلى آخره. وحينما كان يتحدث مع الأستاذ لطفي، تدرون ماذا قاله؟ قال له إنني أحترم هذا الرجل وأحبه. كان غضبي في هذه اللحظة أيها الإخوة والأخوات ليس شخصيا، بل من أجل احترام الأشخاص العاملين في الإغاثة والمحتاجين المستفيدين من منحة الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمة الله عليه. فقمنا بزيارة السفير في اليوم التالي. الدرس المستفاد هنا الصبر أكيد، تحمل، توقع المفاجآت، تغيير البرنامج، الفريق الجيد الذي يساعدك على النجاح في خضم كل هذه التغييرات، قول الحق ولو كان مرا، عدم الخوف من أن أحد حتى ولو فقدت المنحة، الانتصار للفقير والمجهود المشكور للزملاء. كل هذه الأشياء جعلتنا نحترم من قبل هذه المؤسسة. جزاهم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.